اهتمام متزايد بين المستهلكين الغربيين على مدى السنوات الأخيرة في تناول وجبات خفيفة أساسها الحشرات والتي يعتبرونها مصدر غذاء صديق للبيئة. والآن أصبحت اليرقات تلبي الطلب، ففي مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا تستخدم شركة غورمي غراب اليرقات كأساس للآيس كريم. الحشرات صديقة للبيئة وتربيتها سهلة ومستديمة لأنها تستخدم القليل من المياه والغذاء ولا تحتاج مساحة كبيرة من الأراضي للنمو، كما أنها لا تتعرض للخطر بتغيير المناخ فلا يؤثر فيها الجفاف، كما أنها مصدر للبروتين والدهون والمعادن رغم أنها تتغذى على المخلفات والبقايا. الشركة صرحت أنها تعالج اليرقات مع مكونات طبيعية أخرى ويضيفون مكونات مثل الكاكاو والعسل لصناعة الآيس كريم. في كندا وفرنسا يوجد برجر مصنوع من الحشرات، إنها في الواقع غذاء مثاليا، لكن المشكلة تكمن في الثقافة وكيفية إقناع الناس بأن هذا شيء ينبغي أن يكونوا قادرين على أكله وأنه من الناحية البيئية أقل ضرراً من أكل اللحوم. الشركة تبيع آيس كريم الحشرات في سوق أولد بيسكيت ميل ماركت في كيب تاون لتجد فيه سبيلاً يمكنها من إقناع الزبائن على التغلب على هذا الحاجز العقلي وقبول فكرة أكل الحشرات واليرقات.